يلعب هذا ليونيل ميسي كرة في المرمى ضربة أولى رائعة في الملعب يبعدونها تعود الكرة إليهم مرة أخرى كيميتش يحاول أن يلعب ليونيل ميسي الكرة يمكن أن ترفض الهدية عمل جماعي رائع من هذا الفريق صعب هدفين مقابل لا شيء تقدم بهدفين يعني انهم متحكمين تماما ضربة راسية الله ماكينة اهداف لا تتوقف رجل الهاتريك يعود من جديد ثاني يلعب كرة بينية عدت الكرة كرة راسية وكرة في اتجاه الله كبير نتيجة رائعة في مباراة اليوم إنهم يقدم ضغط كان عليه قوي جدا كيميتش فينيسيوس جونيور يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب كريستيانو رونالدو كريستيانو والكرة تعانق الشباك بعد هذه الأهداف فما هناك المزيد استسلام تام في أرضية الملعب يرفعون المنديل الابيض في مباراة للنسيان بالتاكيد لنشوف الليله مباراة تلعب من طرف واحد اعتقد ان الان الكل يفكر في متى تغيير لاعب على الاجناب بينية رائعة كرة عرضية كريستيانو روعة 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 الكرة في المرمى الآن هذه ليست منافسة هذه ليست كرة قدم صراحة هذه حصة تدريبية يا صاحبي لا نلومهم صراحة على تسجيل أهداف وعلى توسيع الفارق بهذا الشكل الكبير جدا فرق كبير بصراحة في المستوى بين الفريقين ونتيجة واضحة للجميع ركنية رقم 2 بالنسبة لهم مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى كريستيانو رونالدو الجميع في الميدان هذا الحريف بينية جميلة ميسي يتلقى الكرة باتت ومرت وصلت إليه فرصة ليونيل ميسي والهدف يعني